السلام عليكم ازيكم يا شباب يارب رب تكونوا بخير معاكم زمرتكم مرنا الجيوشي فرقه وان شاء الله هنكمل مع بعض شرح ماده الالكترو آه يا رب تكونوا ماشيين اول باول ومش مزنوقين المحاضره دي هي رقم خمسة و... وهتدخل معاكم في الميد هي والمحاضره الستة ان شاء الله اللي هي الالترا فيلت. محاضرتنا النهاردة بعنوان ريد راديشن ندخل بقى على طول المرة اللي فاتت او المحاضرة اللي فاتت عرفتوا يعني يعني ايه Electromagnetic ويفز إيه وعرفتوا ايه هو الفريكوانسي والويفلنس ولما الراديشن تدخل على سوفت تيشو إيه يحصل فيها وعرفتوا في اخر المحاضرة على اللوز اللي بتتحكم في كل الكلام ده النهاردة في ريد راديشن يعني ايه راديشن يعني اشعة وانفرا يعني تحت وريد يعني احمر يعني الأشعة تحت الحمراء يلا بقى نسمي الليل ونشوف المحاضرة بتقول ايه ان شاء الله هي محاضرة خفيفة وبسيطة يعني الأوبجيكتيفز بقى بتاعتنا النهاردة أول حاجة أنا عايزة أعرف إيه عن الأي آر ديت أنا عايزة أعرف إيه الديفينيشن بتاعها عايزة أعرف الكاركترستيكس بتاعتها الكلاسيفيكيشن بتاعها آه يعني إيه نون ليومنس جينيريتور وإيه ليومنس دوت وهشوف كمان القوانين اللي بتتحكم فيها والفسيولوجيكال افكتس والثيرابيوتك كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل عشان في اخر المحاضره نبقى عارفين كل العناوين دي ندخل بقى على طول يعني ايه اي ار احنا قلنا اي ار اشعه تحت حمراء طيب انا عشان ادي ديفينيشن للاي ار اول حاجه انا هحطها تحت حاجه كبيره اللي هي الالكترومغناطيس ويفز ما هي الاي ار دي عباره عن موجات كهرومغناطيسيه طب انا عايزه اكمل باقي الديفينيشن هكمله منين بقى هكمله من الويف لينث يبقى دلوقتي اول حاجه في الديفينيشن هي الكترو ماجنتيك ويفز الويف لينس بتاعها بقى هقارنه على حسب ايه على حسب الفيزيبل لايت او spectrum سبيكتروم ادي الفيزيبل لايت بتاعنا من 400 ل 700 الانفراريد فين الانفراريد بعده يعني الويف اكبر يبقى الويف بتاعها هيبقى اكبر من الفيزيبل لايت طيب نخلي بالنا بس ان في هنا الالترا فايلت دي هحتاجها في اخر المحاضرة ان الويف بتاعها اقل من الفيزيبل لايت يبقى دلوقتي عايزة اعرف ال definition قلت يعني ايه اي ار هي عبارة عن electromagnetic waves ال wavelength بتاعها اكبر من ال visible light يبقى انا دلوقتي عرفت ال بتاعها ايه ال بتاعتها ايه الخصائص بتاع ال اي ار دي اول حاجة ال اي ار دي ما عندهاش لون ملهاش لون طب انا هحس بيها ازاي انا كبيشنت هحس بيها ازاي هحس بالوورمز بتاعها او الدف بتاعها يبقى هي ملهاش لون وحس بالورمز بتاعها تاني حاجة انا ممكن اجيب الاي ار من اي هيتد بودي زي الصن وزي الجاس فاير الجاز فاير ده اللي هو الدخان اللي بيطلع من النار دي تاني حاجة هتميزها يبقى اول حاجة قلت ان هي ملهاش لون تحس بالورمز بتاعها تاني حاجة ان انا ممكن اجيبها من اي هيتد بودي زي الصن وزي الجاز فاير تالت حاجة قلنا ان الويف بتاعها هاير زي الفيزابل لايت معروفة يعني طيب في علاقة عكسية من المحاضرة اللي فاتت احنا قلنا لما ازود الويف لينس يبقى الفريكوانسي هيبقى قليل الفريكوانسي زي الانرجي فهتبقى قليلة طيب انا دلوقتي قللت الويف لينس قللت الويف يبقى هزود الفريكوانسي يبقى هزود التمبريتشر عشان يزود لي الانرجي هي نفس العلاقة العكسية ما بينهم يبقى دلوقتي قلت اول حاجة في الكاركترستيك ملهاش تون هحس بالورمز بتاعها هجيبها من اي هيتد بودي زي الصن والجاز فاير الويفرنس بتاعها بيبقى اكبر وعرفنا العلاقة العكسية يبقى انا عرفت يعني ايه ديفينيشن يعني ايه كاركترستكس uh, بتاعتها دلوقتي هقسمها بقى ايه الكلاسيفيكيشن بتاعتها انا هقسمها لحاجتين طب انا هقسمها اصلا بناء أنا على ايه هقسمها على حسب الويفلينس الويفلينس بتاعها اكيد في واحده هتبقى كبيره وواحده صغيره يعني واحده لونج وواحده شورت طيب اول حاجه هو النير اي ار وفار اي ار النير يعني uh, ممكن اقول عليها شورت والفار ممكن اقول عليها لون معنى كده ان النير الويف بتاعها قليل هيبقى من 750 ل 1500 نانو والفار هتبقى من 1500 ل 15000 نانو متر يعني دي الشورت ودي اللونج او النير والفار يبقى عرفت الديفينيشن عرفت الكلاسيفيكيشنز بتاعتها وعرفت الكاركترستيك ندخل بقى على طول على السورسز بتاعة ال IR احنا عرفنا ان انا ممكن اجيبها من اي هيتد بودي زي الصن الصن دي هتبقى ناتشرال هجيبها من الصن عادي تاني حاجة انا ممكن بقى ايه لازم الانسان يتدخل كده اه وهيجيبها من حاجة صناعية فهيجيبها ارتفيشال طب الأرتفيشال دول اه الاجهزة اللي هتتصنع ديت هتيجي اه ليها نوعين النوع الاولاني نون luminous والنوع التاني luminous من الاسم كده ليومنس مضيء نون ليومنس غير مضيء وهنعرفهم دلوقتي عن يعني كل جهاز بالتفصيل يبقى دلوقتي السورسز بتاعه الاي ار يا اما من الصن يا اما ارتفيشال بي تو جنريتور نون ليومنس وي دوت شكل النون ليومنس والتاني ده اليومنس اللي هو الصغير واليومنس ده بيبقى موجود اكتر في العيادات وده اللي بيستخدم اكتر يعني اول حاجه بقى هبدا اخد كل جنريتور بالتفصيل النال uh, لومينس uh, ده بيديني ايه ده بيديني اي ار بس اللي هي كلمتين هتديني حاجه واحده واللي كلمه واحده هتديني حاجتين يبقى النال لومينس هتديني اي ار بس اليومنس كلمه واحده هتديني حاجتين عشان كده النون ليومينس مادام هي بتديني اي ار بس فكانها بتديني بيور اي ار يبقى هسميها على اسمها انفراريد راديشن تمام واليومينوس ادام هي بتديني بقى اي ار مع يوفي انا هسميها راديانت هيت يبقى المعلومه في السلايد دي ان النون ليومينوس بتديني اي ار بس واليومينوس بتديني اي ار مع يوفي عشان كده انا سميت النون ليومينوس بانفراريد راديشن واليومينوس بريديانت هيت يبقى انا عرفت Definition عرفت الكلاسيفيكيشن بتاعتها الكاركترستيك وعرفت بجيبها منين السورسز بتاعتها وقلنا اول حاجه بقى هنبدا ناخد كل جهاز واشوف بيتركب من ايه النون لو فاكرين ان انا قلت ديت كلمتين يبقى هتديني حاجه واحده بس اللي هي اي ار اونلي طيب النون ده بقى بيتكون من ايه زي ما احنا شايفين كده هو عباره عن كويل الكويل دي ملفوفه بشكل حلزوني في فاير كلي او بورسلين او سيراميك بالتفصيل بقى ونعرف ايه ده آه اول حاجه قلنا ان هو سمبل تايب من آه الكويل الكويل دي بتبقى ملفوفه حلزوني في فاير كلي او بورسلين وبتبقى موجوده آه في الفوكال بوينت او في النص زي ما احنا شفناها طيب تاني حاجه انا دلوقتي شفت الشكل بتاعها اهو قلنا ان دي عبارة عن كويل ملفوفة بشكل حلزوني في فاير كلي او بورسلين أه طيب تاني حاجة بقى انا عشان اشغل الجنريتور ده فانا اكيد هحتاج اني اوصل الكتريك كارنت طيب الالكتريك كارنت دوت هيديني هيت طبيعي جدا الهيت دي هتنتقل او هذه هيحصل هيت البرودكشن اوف الهيت ده ازاي بطريقه اسمها الكوندكشن زي ما اخدته في الهيدرو كوندكشن كونفكشن ايفابوريشن والطرق التانية فده الهيت هتحصل بيه طريقة الكوندكشن يبقى انا اول حاجة هي عبارة عن كويل ملفوفة بشكل حلزوني في فاير كلي او بورسلين ايه شرط او ليه انا حاطه فاير كلي او بورسلين ايه المادة اللي انا حطاها دي المادة ديت لازم تكون عزلة للكهرباء وبتوصل لي حرارة عشان كده انا اخترت النوعين دول اللي هو الفاير كلي او البورسلين او السيراميك مهم ان هي تكون تعزل لي كهربا وتوصل لي حراره تاني حاجه انا مررت الكتريك آه كارنت عشان يديني هيت قلت الهيت آه هيحصل هيت بالميثود ازاي بالكوندكشن آه بعد كده بقى زي ما احنا شفنا ان الفاير كلي او البورسلين ليه انا عامله لونه بلاك طيب هو ليه أنا قلت لونه بلاك أنا قلت إن النون يومنس اللي هي الكلمتين يبقى هتديني حاجة واحدة اللي هي أي أر بس فأنا عايزة الجنريتور يطلع لي بيور أي أر فأنا أو هم يعني عملوا لون بلاك علشان يحاول إن هو يقلل لي الفيزابل لايت اللي خارج معاها فيديني بيور أي أر بس يبقى النون يومنس عرفت تركيبه كويل موجودة في فاير كلي أو البورسلين المادة دي قلت إن هي لازم تكون عازلة الكهرباء بتوصل لي حرارة قلت همرر الكتريك كارنت عشان يديني برودكشن اوف الهيت والهيت هتنتقل بيه الكونداكشن بعد كده استخدمت او عملنا لونه بلاك عشان يديني بيور اي ار بس زي ما انا قلت من شويه قلت ان الكويت دي لازم تكون في الفوكال بوينت يعني في السنتر والجهاز ده بيبقى موجود على ادجستبل ستاند يعني ايه ادجستبل ستاند ادي الجهاز مثلا اللي هو العمود الواقف دوت عشان اقدر اتحكم فيه الهايت بتاعه ان انا اعرف احطه في البوزيشن الصح عشان اعمل ابليكيشن للبيشنت وده اللي انتوا بقى هتاخدوه في أه طيب أه انا عماله اقول الجهاز ده بيشتغل ازاي وكويل وهمرر تيار كهربي وكوندكشن للهيت كل ده اكيد هيحتاج وقت فعشان كده انا لازم اشغل الجهاز 15 دقيقه قبل ما انا ابدا عشان كل دوت يحصل فهو بيقول ان كل آه ان النون يومنس جنريتور ده بياخد وقت علشان آه يسخن وعشان يديني الانفراريد راديشن فعشان كده لازم اشغله قبلها ب 15 دقيقه يبقى انا دلوقتي عرفت النون يومنس عرفت التركيب بتاعه والديتيلز الموجودة فيه دلوقتي بقى هدخل على النا... جنريتور ال قلت اليومينوس كلمة واحدة هتديني حاجتين اتنين اي ار مع شوية الترا او فيزابل لايت طيب الجهاز ده بقى انا عايز اعرف هو عبارة عن ايه لو فاكرين ان دوت اللي هو الجهاز الصغير ده ده عبارة بقى عن بلب مفرغة من الهواء طيب البلب دي بيبقى موجود فيها فيلمنت الفيلمنت دوت نوعه من المادة اللي أنا هستخدمها فيه مادة التنجستين طب أنا ليه بستخدم مادة التنجستين أو أي شرط إن أنا كل جهاز أستخدم مادة معينة قلنا في النون يومنس إن أنا استخدمتها عشان تكون عازلة للكهرباء وتوصل لي حرارة طب أنا ليه هنا بستخدم التنجستين لإن الجهاز أنا هحتاج إن أنا كل شوية اسخن الجهاز وابرد الجهاز فانا عايزه ماده تستحمل التكرار اللي انا هعمله دوت بس فاول حاجه يبقى انا قلت هي عباره عن بلب مفرغه من الهواء بيبقى فيها فيلمنت من التنجستين وبيبقى فيها غاز خامل مضغوط آه ليه انا بستخدم غاز خامل مضغوط عشان عشان ما يعملليش ما يعمليش اوكسيديشن للفيلمنت ده ما ياكسدليش التنجستين طب هو لو اكسدلي التنجستين هيحصل ترسبات في الجهاز وانا ده ده مش حاجه كويسه فعشان كده كل حاجه ليها سبب يبقى انا استخدمت بالب مفرغه من الهواء وفيلمنت من التنجستين والغاز بيبقى لو بريشر أه وبس نكمل بقى ادي قلت انا ليه استخدمت التنجستين علشان يتحمل الريبيت بتاع الهيتنج والكولينج وقلت ليه بستخدم غاز خامل عشان ما يعمليش ليه بستخدم او بفرغها من الهواء عشان ما يعمليش اكسيديشن للفيلمنت فده يعمللي ترسبات في البولب ونفس الحاجه لازم تكون برضو الجهاز في السنتر وعلى ادجستبل ستاند آه طيب دلوقتي بقى بيقول ايه آه ديت بيبقى لونها ريد احنا قلنا ان دي انا بعملها بلاك علشان يخرج لي بيور اي ار دي برضو انا بعملها ريد عشان تحاول ان هي تخرج لي آه آه تعمل فلتريشن للفيزبل والالترا والultraviolet اللي معاها فتحاول ان هي تخرج لي آه اي ار اكتر من آه الفيزبل والالترا تمام يبقى دي خلاص عرفناها ان هي اللي بيبقى لونها ريد اه طيب احنا ليه ما سالناش نفسنا ان ديت اللي هي اليومنس بتخرج لي حاجتين طب هي ليه بتخرج معاها يو في اول حاجه كده ان الويفلنس اللي بيبقى خارج من الجهاز ده الطول الموجي بتاعه اه بيبقى من 350 ل 4000 نانومتر وزي ما انا شاورت في اول المحاضره قلنا ان اليو في بتبقى أقل من الفيزابل لايت يعني أقل من الربع مية بتبدأ من عند ال 350 فلازم يخرج لي شوية يو تمام مع الاي اي آه ار وشوية كمان فيزابل لايت يبقى ده عرفنا ليه كده هي بتخرج معاها يو علشان الويف لينس اللي خارج بيبقى من 350 ل 4000 نانو طيب احسن ويف ان انا اقدر استخدمه هيبقى عند الألف 1000 نانو متر يبقى دلوقتي عرفت ليه بيبقى آه البولب دي او الجهاز بيبقى لونه آه ريد عشان يحاول ان هو يعمل فلتريشن للويف لي لينس اللي خارج ويحاول ان هو يخرج لي اي ار اكتر تاني حاجه قلت ان الويف اللي خارج بيبقى من 350 ل 4000 عشان كده بيبقى فيه يو في UV واكتر حاجه آه اكتر حاجه آه كويسه في الويف هو عند ال نانو نانومتر طيب دلوقتي احنا خدنا اليومينس والنون اليومينس دي بقى المقارنه دي مهمه وهتجمع لي كل اللي احنا قلناه قلنا ان النون دي ديت كلمتين هتديني اي ار بس تمام وقلنا اليومينس دي هتديني اي ار مع فيزابل ريز او الترا طيب تركيب بقى كل جهاز قلت ان النون ليومينس ديت بتبقى عباره عن كويل ملفوفه بشكل حلزوني كل الحاجات دي الحاجات دي بس بتبقى معرفه انما هو يعني مش بيجي في الامتحان يقولي لي شكل تركيب الجهاز او الكلام ده هو الامتحانات بتبقى ام كيو حتى في الشفو مش بتبقى مش بتبقى بالطريقه دي يعني مش هيسيب كل حاجه ويقولي تركيب الجهاز بس ادينا عارفينها وخلاص يبقى النال يومينس بيتكون من كويل ملفوفة بشكل حلزوني وبمرر إلكتريك كارنت بتبقى موجودة في سيراميك أو بورسلين أو فاير كلي المهم عرفنا التركيب بتاعه ديت اللي هو اليومينس برضو عرفنا ان هي بتبقى بالب مفرغة من الهواء وغاز خامل والفيلمنت بيبقى من التنجستين وبيبقى فيه جواها مادة السيلفر علشان تمنع انعكاس الأشعة عشان ما تعكسليش الأشعة تمام آه, تالت فرق بينهم يبقى احنا عرفنا التركيب بتاعهم وعرفنا دي بتخرج لي ايه تالت حاجة الويفلنس بتاعها دي بتبقى لونك يعني بتخرج لي من 3000 ل 4000 هنا بتديني شورت اللي هو احسن ويفلنس اللي هو عند الالف نانو متر آه, طب من حيث بقى البنيتريشن خلينا متفقين ان الاتنين الاي ار عموما هتديني سوبرفيشيال آه، بنيتريشن بس في في حد هيديني ديب اكتر من التاني يعني النون ديومينس هتديني سوبرفيشال هيتنج عادي وال وال هي برضه سوبرفيشال بس بالنسبه للنون ديومينس لا هي ديب ليها فبتبقى ديب كومبيرينج تو النون ديومينس تمام كده يبقى الجدول ده مهم ونخلي بالنا منه اول حاجه عرفت التركيب بتاعه ودي بتديني اي ار بس والويفلينس من 3000 ل 4000 وسوبرفيشال هيتينج دي بتبقى ديب ليها 1000 نانو واي ار مع فيزا رايز وعرفت التركيب بتاعه السيلفر ده عشان ما يعكسليش الاشعه طيب دلوقتي بقى عايزه اشوف الدبس اوف penetration زي ما احنا لسه قايدين قلنا ان اليونس دي بتبقى ديب شويه عن النون فهتخترق طبقتين ديرمز وإيبي ديرمز والنان ليومينس ديت بتبقى superficial بس يبقى هتاخد superficial dermis بس بعد كده بقى بيقول ان الinfrared rays بتدي produce from اليومينس luminous generator have more penetration power than that ليومينس هو نفس الكلام اللي احنا قايلينه ان اليومينس هتديني دي بنتريشن اكتر من النان ليومينس. بس يبقى احنا عرفنا ان اليومنس دي بتبقى ديب شوية فتخترق الديرمز والإيبي ديرمز اما النون ديومنس هتبقى السوبرفيشيال ديرمز بس ودي نفس الحاجة بيقول ان هي اليومنس بتختارك اكتر من النون دي بقى الصورة هتوضح لي نفس الكلام اللي احنا قلناه وعمالين نقول فيه ادي بيوريني هنا الانفراريد دوت السوبرفيشال يبقى مين اللي هيخترقها إن ديومنس الديرمز والإيبي ديرمز يبقى اليومنس دلوقتي احنا عايزين نعرف القوانين بقى هي نفس القوانين اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت في المحاضرة الرابعة عارفين لو لما الالكترو ماجنتيك راديشن دي او اي راديشن عموما هتخبط مثلا في سيرفس هيحصل لها اما ريفليكشن ريفراكشن ابزوربشن وكمان السكاترينج القوانين بقى بتاعتنا عندنا الانفرس سكوير لو والكوزين لو و دريبر لو و ارنست شولز هي نفس اللوز اللي احنا خدناها في المحاضرة الرابعة ، طب دلوقتي نيجي احنا دلوقتي يعتبر خلصنا نص المحاضرة ، النص التاني بقى هناخد الفسيولوجيكال ايفيكتس وباقي الحاجات ، دلوقتي عشان نكون مع بعض بس احنا عرفنا الديفينيشن وعرفنا الكاركترستيك والكلاسيفيكيشن والسورسز بتاعتها وخدنا كل جهاز وقارنا بينهم وعرفت اللوز وعرفت مين بي اكتر من التاني دلوقتي بقى هنشوف الفسيولوجيكال افكت عشان اقول فسيولوجيكال افكت او ان الافكت بتاعها هيبقى موجود جوه الجسم بتاعنا طب الانفراريد راديشن دي قلنا ان الافكت بتاعها بيبقى Heating تأثير حراري أنا بحس بالورمز بتاعها أه وعرفنا برضو إن, إن هي بتبقى سوبرفيشيال مش ديب فأتختارك السوبرفيشيال إبيديرمز وديرمز طب إيه بقى اللي هيحصل؟ أول حاجة أنا دلوقتي شغلت الجهاز وحطيته على البيشنت إيه اللي هيحصل جوه البادي؟ ديت هي الفسيولوجيكال افكت أول حاجة هتحصل معايا هي الفازو الفوزو الفازو يعني البلات فيزل بيوسع طيب لما البلات فيزل بيوسع اكيد هيجيلي لي بلاد كتير بالبلاد سيركيليشن هتزيد في المنطقه دي البلاط هيكون معاه اكسجين وهيكون معاه نيوترنس للمنطقه اللي هو رايح لها طيب دلوقتي انا عندي المنطقه دي خلاص بقى فيها بلاط كتير فطبيعي ان البلد دوت بيخلصنا من الويست برودكتس فهيشيل كل الويست برودكتس الموجود في المنطقه اللي انا عامله عليها الجهاز فده كله هيقلل البين وده الهدف اصلا اللي انا عايزاه يبقى اول حاجه هيحصل معايا فازو دايليتيشن تاني حاجه ده هيزود لي البلد سيركيوليشن اللي رايح للاريا دي طيب البلد ده هيكون معاه اكسجين سبلاي ونيوترينس سبلاي آه فهيشيل الويست برودكتس وهيقلل لي البين تمام كده يبقى دي الفسيولوجيكال افكتس واتفقنا ان هي بتبقى جوه الجسم في بقى حاجه بيقول خلينا المعلومه دي هتتكرر طول آه طول المحاضره ان الاي ار بيبقى ليها سيداتيف افكت على النيرف اندنجز السيداتيف افكت يعني ريلاكسنج كده بيحس بريلاكسنج افكت احنا كده خلصنا الفسيولوجيكال افكتس دلوقتي هنشوف الثرابيوتيك افكت الثرابيوتيك افكتس بقى ديت اللي هي تظهر على البيشنت يعني ده هيقلل البين هيزودلي لي البلاد سبلاي هيعمل مصر ريلاكسيشن وهناخد كل واحده دلوقتي اول حاجه ريليف للبين هو هيحصل ريليفنج للبين ازاي انا دلوقتي شغلت الاي ار بمايل دي هيتنج وعارفين ان هي سوبرفيشال تيشو وقلنا ان هي ليها سيدت افكت على النيرف Endings بيبقى البيشنت ريلاكسد شويه أه البين اصلا ده ممكن يكون بسبب حاجه ايه هي ان في ويست برودكتس الويست برودكتس برودكتس دي عامله لي اكيوميليشن في المنطقه دي فعامله لي بين انا دلوقتي لما شغل الاي ار فانا هزود البلد اللي رايح للاريا زي ما احنا خدنا في الفسيولوجيكال افكت فالبلد ده هيشيل لي الويست برودكت فده ممكن يقلل البين يبقى اول حاجه في الثيرابيوتيك افكتس ان هي تعملي لي relieving للبين ازاي اول حاجه قلت ان البين دوت ممكن يكون بسبب اكيوميليشن اوف الويست برودكت طيب انا دلوقتي شغلت الجهاز فده هيعمل لي فازو هيزودلي هيزود لي البلد اللي رايح للاريا دي فالبلد ده هيعمل لي ريموف لي دي فهيعمل لي ريليف للبين يبقى اول حاجه احنا قلناها هيعمل ريليف للبين تاني حاجه هيزود لي البلد سبلاي زي ما احنا قلنا احنا عارفين برضو على superficial tissue كل المحاضره هنقعد نكرر في نفس المعلومات <applause> على سوبرفيشال طب ايه بقى اللي هيحصل اول حاجه هيزود لي التمبريتشر زي ما احنا عارفين خدناها قلت ديليتشن ده هيزود لي التمبريتشر وهيزود البلاد سبلاي بعد التمبريتشر هيعمل لي ديليتشن طبيعي خلاص عرفناها ديليتشن ده هيجيب لي بلاد كتير البلاد هيكون فيه وايت بلاد سيلز طبيعي ومعاه نيوترينز واكسجين أه البلد هيعمل لي ريموفير للويست برودكتس فده هيقلل لي البين او لو في انفلاميشن هيعالج لي ده كل ده احنا قلناه أه في بقى ملحوظه لو لو البيشنت دوت أه بيقول ايه بيقول لو البيشنت ده عنده كرونيك انفلاميشن زي الارثرايتس الارثرايتس ديت أه بيبقى كرونيك انفلاميشن بتعمل ستيفنس مثلا في الجوينت أه... فهي هتساعدني ازاي او هتساعد البيشنت اللي عنده كرونيك انفلاميشن ده ازاي أه... او او عنده ارثرايتس هي بتعمل انهيبيشن لحاجه اسمها انترليوكين 6 وي تيومر نيكروزس فاكتور الحاجتين دول دول عباره عن خلايا مناعيه بتتفرز لو في انفيكشن ومادام في انفلاميشن يعني معنى كده ان كان في انفكشن فالخلايا دي بتتفرز فزايدة مادام في انفلاميشن فالخلايا ديت زايدة طب انا لو قللت الخلايا دي فهي كده بتعمل لي بتقلل لي الانفلاميشن فبتحسن لي بتقلل البين وتحسن الكونديشن بتاعه البيشنت. تالت حاجه المسل ريلاكسيشن يبقى اول حاجه بيعمل ريليف للبين بعد كده بيزود البلاد سبلاي بعد كده مسل ريلاكسيشن ازاي بقى هي ليها دايركت وليها indirect دلوقتي هنشوف اللي قدامنا دوت نفس الكلام اللي قلناه والله المايل دي تعملي ريلاكسيشن في المصل هتقلل لي البين هتقلل لي انا دلوقتي لو مثلا انا عندي المصل اصلا لو المصل فيها اسباز فانا لو قللت الاسباز ده البين طبيعي هيقل طب لو انا عندي بين لو قللت برضو البين الاسباز هيقل هي علاقه آه لو قللت ده, ده ده هيقل لو قللت ده برضو ده هيقل آه طب بيقول ايه بقى بيقول ان المصل سبازم دوت ممكن يكون بسبب انجري او انفلاميشن هو ايه المصل سبازم دوت اصلا احنا عارفين آه ان المصل بتبقى اكتف عادي آه طيب السبازم دوت بيزود الاكتيفيتي بتاعه المصل بيخليها تشتغل اكتر فده بيعمل لها سبازم فبيعمل بين للبيشنت آه بيقول ايه بقى تاني بيقول لو انا عملت ريلاكسيشن للمصل دي فدوت هيزود لي طبيعي ان انا خلاص حسنت الفانكشن بتاعه المصل فده هيزود لي رينج اوف موشن وهيقلل لي في الطبيعي في الطبيعي يعني هيقلل البين دول الحاجتين اللي انا قلتهم في الاول ان المصل ريلاكسيشن هيبقى عن طريق حاجتين يا اما دايركت يا اما ان دايركت خلينا نشوف الان الاول الان قلت ان هو لما يقلل البين ده هيبقى عنده سيداتيف افكت هيزود لي البلاس والله نفس الكلام اللي احنا قايلينه كله طيب الدايركت بقى بيقول ان هو هيقلل حاجه اسمها الجاما موتور اه نيرون اكتيفيتي الجاما موتور نيرون ديت اللي هي بتعمل انرفيشن لل الانترفيوزر فايبر اللي بتبقى موجوده جوه المصل فأنا قلت ان السبازم دوت اه بيبقى فيه اكتيفيتي زياده في المصل فالجاما دوت المفروض برضو ان هو ده بيبقى زايد يعني الاسبازم ده بيزود لي الاكتيفيشن بتاع الجاما موتور نيرون فانا لو قللت الجاما موتور نيرون هيقلل لي الاسبازم فيعمل في ريليف للبين يبقى الماسل ريلاكسيشن يا اما اندايركت يا اما دايركت قلنا الاندايركت بالطريقه اللي احنا عارفينها بين ريليف وهيزود البلاد سبلاي وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي الدايركت بقى هيقلل لي الاكتيفيشن بتاع الجاما موتور نيرون عشان يقلل لي الماسل سبازم طيب دلوقتي احنا عرفنا الفسيولوجيكال افكتس وعرفنا الثيرابيوتيك effects تالت حاجه معانا الانديكيشن بقى مين الناس او انا هستخدم infrared ديت عشان ايه اكيد عايزه اعمل اه البين البين ده هيكون سب اكيوت او كرونيك ما ينفعش استخدمها مع حالات الاكيوت سواء بقى كان نيك بين او لو باك بين المهم ان هو سب اكيوت او كرونيك بين تاني حاجه عشان اقلل الميوسل سباز ثالث حاجه انا ممكن استخدمها كستريتشنج اكسرسايز او الموبيلايزيشن ده الاستريتشنج ده هتاخدوه كل ده هيبقى هتاخدوه في الثيرابيوتك يعني دلوقتي عايزه اشوف ايه المخاطر بتاعه الاي ار ايه ممكن البيشنت مثلا يتضرر منها اول حاجه البرن يعني ايه برن احنا عارفين ان البرن الحرق ده فهو دوت اكسسيف heating. في السنسيشن انا دلوقتي عشان اعرف البيشنت دوت ممكن يتحرق ولا لا من السنسيشن بتاعته انا لازم اتشيك السنسيشن بتاعه البيشنت عشان اتاكد ان كل حاجه تمام قبل ما اشغل الجهاز لو السنسيشن بروق... لو هي مش كويسه فالبيشنت دوت مش هقدر مش هيقدر يتحمل الحراره طيب البرن ده ممكن يكون بسبب ايه او ميبي كوز يو بسبب ايه بقى اول حاجه اني انا اصلا ما شغلت الجهاز زودت الانتنستي انا عليت الشده بتاعه الجهاز زودتها او اني السنسيشن بتاعه البيشنت ما كانتش كويسه او ان البيشنت ممكن ان هو مش عارف يقول لي يعني هو البيشنت بيكون مثلا فاكر ان انا عشان مزوده الهيت عليه فهو فاكر ان دوت هيعمله حاجه حلوه يعني لما يتوجع فهو كده هيخف وده هيبقى تاثير حلو عليه فلا انا لازم انبهه واقول له ان هو لو حس باكسسيف هيت لازم يبلغني علشان اقللها وما يحصلش بيرن فهو ما بيكونش عارف ان يقول لي ديت الحراره زايده فهو يفتكرها كطريقه للعلاج يعني او ان البيشنت يكون قريب من اللمب او ان هو ينام اثناء التريتمنت ممكن هو بيستخدم في البيت فينام فلا لازم يكون يحدد وقت علشان ما ينامش ويحصل بيرن يبقى اول حاجه لو الانتنستي انا مزوداها لو السنسيشن بتاعه البيشنت ما كانتش كويسه او لو هو مش قادر يقولي على الاكسسيف هيت وفاكرها ان هي من العلاج رابع حاجه ان هو يكون قريب من الجهاز بعد كده ان هو ممكن ينام وهو اثناء السيشن عشان كده زي ما انا قلت لازم احذر البيشنت لو في اي تغيير في الهيت زادت عليه عشان ارجعها تاني عشان ما يحصلش البرن طيب اللي بعد كده بيقول يعني لو البلاط فلو اللي في المنطقه دي مش كويس فالمكان ده اكيد هيحصل له بيرن ممكن يكون بقى مش كويس ليه ممكن يكون مشكله في السيركيليشن ذات نفسها او ان البيشنت لابس حاجه ضيقه فده مأثر لي على السيركيليشن فممكن يحصل بيرن يبقى اول حاجه انا قلتها ممكن يحصل بيرن تاني حاجه الالكتريك شوك طب ازاي هيحصل الكتريك شوك لو البيشنت دوت لمس حاجه في الجهاز ان البايرز بتاعه الجهاز ذات نفسها الانسليتور اللي عليها مش موجود يبقى الانسليتر بتاعه الوايرز مش موجوده فهو ممكن يلمس الحاجه دي فيحصله له الكتريك شوك فعشان كده انا لازم اتشيك الوايرز كل شويه عشان اتجنب الموضوع ده فلو الموضوع ده موجود لازم يا اما اغيرها يا اما اصلحها تالت حاجه ممكن يحصل فينتنس الفينتنس يعني ان البيشنت يغم عليه طب ازاي دي بتحصل امتى لو هو مثلا نايم صبي وجي يقف مرة واحدة احنا عارفين ان الانفراريد بتعمل لي فوزو اه فوزو ديليتيشن فالفوزو ديليتيشن ده هيزود لي البلاد فلو تمام اه فانا لما زود البلاد فلو الموجود في المنطقة دي فهو هيعمل لي هيقلل لي البلاد بريشر تمام يبقى اه يبقى عرفنا اه الفينتنس ده ممكن يحصل لو هو كان في ريكومبنت بوزيشن لو هو كان نايم صباين وقام مره واحده صدن لي يعني وقلت ان ده هيقلل لي بسبب ده بيحصل الموضوع ده بسبب بيحصل نقص فيه البلد أو في البلاد بريشر وهايبوكسيا اوف البرين يعني البرين مش بيبقى وصله اكسجين كفايه تمام يبقى احنا عرفنا البرن بعد كده الكتريك شوك بعد كده الفينتنس رابع حاجه ممكن يحصل هيدك آه وغالبا الهيدك لو انا مثلا عامله ابلكيشن على الباك اوف آه الهيد ده هيعمل لي هيدك. طيب آه الهيدك آه دوت آه لو مثلا انا مستخدمه لو البيشنت دوت جاي لي مثلا في الصيف آه فالجو بيبقى حر اكيد آه فهيعمل سويتنج كتير وانا كمان معرضه لحراره فهيحصل سويتنج كتير فهيفقد آه من الفلويد اللي موجود في البادي فده ممكن يعمل لي هيدك. فلازم انصح البيشنت ان هو يشرب ميه كفايه اثناء وبعد التريتمنت دوت في لو هو مثلا في السمر اكتر يبقى قلت البرن الكتريك شوك والفنتنس وربع حاجه الهيدك قلت الهيدك ليه بيحصل عشان الاكسسيف سويتنج ده بيبقى فيه الهوت ويزر عشان كده بنصحه ان هو يشرب ميه كتير اثناء وبعد السيشن خامس حاجه بقى وهي الجانجرين آه، ازاي هيحصل جانجرين زي ما احنا عمالين نشرح وقلنا ان الاي ار هتعمل لي فازديشن فده هيزود لي التمبريتشر التمبريتشر هيزود البلات فلو والاكسجين والنيوترينتس وكل ده عشان يشيل الويست برودكتس الجانجرين دي اصلا يعني في مشكله في الارتيريال بلاد سبلاي يعني في مشكله في البلات سبلاي اللي واصل للمنطقه دي فانا لما ازود التمبريتشر وشغل الاي ار ازود التمبريتشر البلات فلو مش هيزيد لاني اوريدي اصلا هو في ديفيشنس فيه او هو مش كويس فعشان كده هيحصل اكيوميليشن للوست برودكتس هتفضل في نفس المنطقه فدوت ممكن يعمل لي جانجرين فانا اتاكد ان البلاد سبلاي اللي واصل للمنطقه دي كويس عشان كده لازم اتاكد ان هو كويس عشان افويد الجنجرين يبقى الجنجرين انا قلت اتاكد ان البلاد سبلاي اللي رايح للمنطقه دي كويس عشان لو هو مش كويس هيعمل اكيوميليشن للويست برودكتس فكده انا بزود له اللي عنده انا مش مش كده مش بعله تمام آه اللي بعد كده بقى آه انجري للاي آه ده هيحصل ازاي ان البيشنت يكون آه باصص يعني على ال آه على الجهاز وانا عامله heating آه يعني الدايركت heating اوفر الايز آه لو انا عملت الجهاز على الايز بتاعته ده ممكن يعمل مشكلة في الكرونيال او الريتينال ممكن يعمل مشاكل في الاي فده مش كويس عشان كده انا لازم احمي الاي بتاع البيشنت بان هو يلبس مثلا نظارة زي اللي هي بتبقى موجودة مع الجهاز اثناء التريتمنت عشان ما يحصلوش اي انجري يبقى دلوقتي احنا عرفنا اه ايه الدنجرز اللي ممكن اه تحصل للبيشنت اول حاجه البرن تاني حاجه الكتريك شوك بعد كده اه ممكن اه الفينتنس والهيدك اه وخامس حاجه الجنجرين وانجري للاي دلوقتي هندخل على الكونتر انديكيشن اه الكونتر انديكيشن هقسمها لحاجتين يا اما لوكال يا اما جنرال وهناخد الاتنين دلوقتي ونعرف ايه هما الكونترا انديكيشنز ديت الحاجات اللي انا مش هينفع استخدمها مع البيشنت اول حاجه هنشوف الجنرال كونترا انديكيشن لو البيشنت دوت عنده هايبر يعني لو عنده زياده في درجه الحراره فده انا مش هينفع اصلا ازود له الحراره فوق حرارته تاني حاجه لو عنده فوتو سنسيتيفيتي لو عنده حساسيه يعني من الضوء ابلبسي الصرع أه لو لو هو بياخد ديب اكس راي سيرابي ليه بقى لو هو عنده بياخد ديب اكس راي سيرابي دوت السنسيشن بتاعته اصلا بتبقى قليله فانا لو أه لو انا جيت زودت الحراره هو مش هيبقى حاسس ان انا زودت الحراره فمش هيعرف يقول لي عشان كده أه ممكن يحصله له بيرن فلازم اتاكد أه من الكونترا انديكيشن ان هو مش بياخد ديب اكس راي سيربي عشان السنسيشن بتاعته بتبقى قليله يبقى دي الجنرال كونتر انديكيشن اللوكال بقى اللي انا اشوفها في المنطقه اللي انا هعملها يبقى الجنرال دي انا بشوف على مستوى الشخص كله اللوكال هشوف على المنطقه اللي انا هعمل عليها الانفراريد راديشن شودنت بي ابلايد تو اريز اوف قلنا لو في جانجرين لاني اصلا البلاط اللي موجود في المنطقه دي مش بيبقى كويس فاللي انا بعمله انا كده مش بعالجه تمام يبقى دي, دي اول حاجه تاني حاجه لو اكيوت انفلاميشن دي قلناها ساعه ما كنا بن بن بنشوف بن... ال... الانديكيشنز بتاعتها قلت بستخدمها للصب اكيوت والكرونيك انفلاميشن قلت مش هينفع استخدمها مع الاكيوت انفلاميشن عشان ما يزودليش الانفلاميشن وهو اصلا هيزود لي البلاط فلو اللي رايح في عملية الانفلاميشن تكثر تالت أه، حاجه أه، لو في هيموريج الهيموريج نزيف انا بعمل برضو فوز ديليتيشن كل الحاجات اللي احنا قلناها هي هي نفسها أه، فده هيزود لي الهيموريج اكتر لو في سرومبوفليبتس أه، يعني لو في سرومبوس او أه، أه، زي جلطه صغيره كده ان انا ممكن لو عملت فوز ديليتيشن وعملت زودت البلاد فلو فممكن هي تنتقل من مكان تروح آه لمكان تاني تروح لفيتال اورجان فده ممكن يعمل للبيشنت ديس آه طبعا ما استخدمهاش على الاي عشان المشاكل اللي احنا قلناها آه اشوف السكين كونديشن لو هو عنده الرجي او اكزيما ده اللي هو الصدفية واشوف السنسيشن بتاعته عشان يقدر يقول لي آه السنسيشن عامل ايه وما يحصلوش آه بعد كده لو في تيومرز آه لان التمبريتشر والفوز وكل الحاجات الافكتس الحلوه اللي الاي ار بتعملها ده هيزود لي معدل نمو التيومر ده وممكن كمان ينتشر يحصله ينتشر من منطقه لمنطقه تانية يبقى دلوقتي احنا عرفنا الكونتر آه اندكيشن اللوكال آه لو في جنجرين آه لو في اكوت آه انفلميشن آه لو هو عنده هيموريج آه او لو في ثرومبس او عند الايز سكين كونديشن وشوف السنسيشن بتاعته والتيومر هنرجع بقى لاول سلايد خدناها وقلنا الاوبجكتيفز بتاعه الكتشر بتاعتنا النهارده احنا عرفنا يعني ايه اي ار قلت ان هي الكترو ماجنتيك سبيكترم والويفلينس بتاعها بيبقى اكبر من الفيزيبل لايت شفنا الكاركترستيك الكاركترستكس بتاعتها ان هي ملهاش لون والويف لينس بتاعها بيبقى اكبر بحسب بالورمز بتاعها بجيبها من اي heated بودي وعرفنا العلاقة العكسية بين الويف لينس والانرجي بعد كده قسمناها لفار ونير على حسب الويف لينس بعد كده شوفنا هنجيبها السورسز بتاعتها يا اما من ناتشرال من الصن يا اما من جنريتورز هي النون و واليومينوس النون ليومينوس عرفنا التركيب بتاعه وعرفنا ان هو بيديني اي ار بس اما اليونس بيديني اي ار مع فيزيبل دايت وعرفنا التركيب بتاعه قلنا القوانين اللي بتتحكم في كل الكلام ده وعرفنا الفيسيولوجيكال افكت اللي هي هتبقى جوه الجسم اللي هو فوز دايليتيشن وتزيد التمبريتشر هيزود البلاد فلو والبلاد فلو هيبقى معاه اكسجين ونيوترينز يشيل الويست برودكتس يقلل البين وعرفنا السيربيتيك the افكت بتاعتها ان هو يقلل البين يزود بلاد سبلاي آه وكمان يعمل مصر ريلاكسيشن الانديكيشنز عرفناها آه الـ dangerous بتاعتها لو حصل بيرن الكتريك شوك وجانجرين كل الكلام اللي احنا قلناه ده وعرفنا كمان الكونتر انديكيشن اللي لازم اخلي بالي آه منها واخيرا وصلنا لنهاية المحاضرة دي, دي اسئلة آه بيقول ايه ديفاين الاي ار زي ما احنا عارفين خلاص آه السورسز بتاعتها آه اقارن بين النوعين الجينريتورز اللي هو النون يومنس واليومنس او الاتنين من الكونتر انديكيشن بتوعها وكمان ايه هي الانديكيشنز بتاعة الاي ار بس كده المحاضرة خلصت ان شاء الله تكون سهلة المحاضرة ديت انا قلت ان هي هتدخل معاكم في الميد هي ورقم ستة ان شاء الله هننزل لكم فورم اسئلة على كل محاضرة وبس بقى ما تنساش تسيبوا الفيدباك بتاعكم بس ثانك يو